أنا لقيت لك سيارة والله إنها لقطة أنتيكة 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 جداً جداً. أنا بلشان بغرفتكم، تبوني أخذ سيارة؟ السيارة هذه شيء يعني غير عن كل أي سيارة. أولاً تقدر تكد عليها وتقدر تمشي وتتمشى فيها، وتقدر يعني حتى فيها مواصفات ما بتلاقيها في أي سيارة ثانية، وغير إنك تقدر تطلع منها فلوس. كم يعني؟ والله يعني لو بتكد عليها يعني ممكن، لأن ما في أحد ترى يكد على سيارة زي كذا، فممكن تطلع لك يمكن 10,000 في الشهر، يعني كل مبير يبي يركب معك. 10,000؟ وليش ما اشتغلتوا فيها أنتم؟ والله ودنا، بس أنا مشغول الصدق بالاستراحة، وأنا صراحة المحطة زباين وماني فاضي صدق. لو أقدر أطلع من البقالة وأكد عليها. يعني كلنا ما يعني ما يمدينا، غير إن المنطقة ما تخدم يعني ذا الشغلة، فهمت؟ يعني زي ما أنت شايف مقطع. يعني حاتم نبغى لك المنفعة، ترى بالميت بالميت هذا 10,000، هذا لو شديت حيلك كم تطلع. وين هالسيارة؟ لا يكون هذه. الله هذه. الله يا شباب، هذه خردة، هذه حدها تشليح. لا يطالع، هذه خردة، هذه شوف ما يبغى لها إلا بوية، يبغى لها كفرات، تغير الماكينة وبواجي، ويمكن حتى بطارية بس. وش بقيت؟ عاد انت الله يهديك، ما ادري ايش فيك، انت مركز على المظهر، عليك من جوهر السيارة. تدري ان هذه نادرة، هذه نادرة، ما منها الا قطعتين في العالم، واحدة مع شايبن في المانيا والثانية معك الحين. صحيح، شيء مو بسيط هذا ترى. وبكم؟ ها بالله يعلمه يا خالد. اذبها له؟ بالله يعلمه. ترى علشانك 20,000. والله انها بخصة في حقها. خلوني افكر شوي. وش اللي تفكر؟ لا وش اللي تفكر؟ امس انا جالس معك تقول انا موزي لي قرشين على جنب وابغى اسوي وابغى افعل، صح ولا لا؟ شوف والله يا وليد انه يبغاها واني عييت، انا اللي عيي، قلت لا. صدق والله ما عندك الا واحد من اخواني. صحيح. وانا ابغى لك الخير. استثمار جيد والله ترى، ومطلوب فيها زود يعني. يلا عشانك. كم؟ اجعلها مبروك. الله يبارك، الله يبارك لك ان شاء الله. انا ابي اعرف وين عقلك. كنت حاسة أن وراء هالعزيمة شيء. أنت سوشت بي في السيارة، شو رضيت بالبيعة؟ يا بنت الحلال، أنا شريت علشان البزنس. أي بزنس؟ وش بزنس اللي عندك أنت؟ وش بزنسها؟ أنت تعرفين لو أتكس عليها أطلع 10,000 ريال بالشهر؟ ومين اللي معلمك هالأخبار؟ خالد. لو كان منها فائدة كان هم اللي اشتغلوا عليها، مو بلعبين في راسك. يا حبيبتي وش عرفك بهالسوالف؟ هذه سيارة أثرية ولها قيمة أكبر. ثرية بعد؟ لا، أنت شكلك مو بصاحي وتبي تجنني معك. حاتم، بكرة ترجع السيارة وتجيب الفلوس، فهمت؟ أخ خالد، الصراحة أنا منحرج منك وأبي أرجع السيارة وأخذ فلوسي. ها؟ أرجع السيارة وأخذ فلوسي. لعبة هي عشان تأخذها اليوم ترجعها بكرة؟